هنروح لتقرير مع الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بيتكلم فيه عن خطة تطوير الحكام الفترة اللي جاية، وبعد كده هنروح لفاصل ثم نواصل. اتحاد الكرة الحقيقة بيولي أهمية خاصة بالتحكيم المصري، ويمكن من يوم ما تم تكليفي بإدارة التحكيم في مصر طلب مني وضع خطة طموحة لتطوير التحكيم بشكل جيد، وفعلا تم تقديم خطة لمجلس الإدارة وتم الموافقة عليها. بدأنا الفترة اللي فاتت نعمل كوادر من المحاضرين ومقيم الحكام، اللي هي عندنا باللفظ الدارج عندنا مراقبي الحكام ومدربي اللياقة البدنية للحكام، واستقطبنا خبراء من الخارج لإعداد هذه الكوادر بالشكل الجيد، وبعد هذه الدورات وزعناهم زي ما قلت لحضرتكم على المناطق التحكيم في مختلف الجمهورية. من خلال هذا الشهر بدأنا في إعداد صف تاني للتحكيم المصري، هتلاقوا عندكم وجوه جديدة حكمت في الدوري المصري لأول مرة. بالنسبة لتقنية الفار كان عندنا بعض الحقيقة بعض المشاكل في تقنية الفار في استخدامها، نتيجة لأن التدريب على تقنية الفار ما كانش بالشكل اللي يناسب هذه التقنية، فبدأنا نعمل دورات مكثفة بخبراء مصريين، ثم عملنا دورة منذ 10 أيام وجبنا أفضل محاضر في العالم وهو مايك دير روزيت، وده هو المسؤول الأول على التقنية في العالم، والحقيقة استفدنا منها بشكل كبير جدا في خلال مباراة الدوري السابقة، وواضح فعلا أن احنا هذه الدورة فعلا ساهمت بشكل كبير في تحسن ملحوظ في استخدام تقنية الفار بالنسبة لحكام. بالنسبة لتقنية الفار عرضنا على مجلس الإدارة مشروع طموح جدا للفار، ان احنا نعمل سنتر في مشروع الهدف اسمه نسميه سنتر الفار، وهذا السنتر عشان نقدر من خلاله ندرب حكامنا بشكل مستمر، وايضا نقدر نستغله كناحيه استثماريه، ان احنا في بعض الدول عاوزه تيجي تاخد في هذا السنتر ان شاء الله تاخد دورات وتحصل على رخصه الفار، دول افريقيه ودول عربيه، حتى يتسنى لهم لما يجي يطبقوا التقنية يكونوا جاهزين وعندهم الحكام وحاصلين على هذه الرخص، وده هيعود على الاتحاد الحقيقة بمكاسب مالية، وأيضا هيبرز دور مصر الكبير واللي هي كانت رائدة من دولة من دولتين في أفريقيا استخدموا الفار حتى الآن مصر والمغرب، فتكون مصر دايما رائدة في مثل هذه الأعمال. يمكن دلوقتي التحكيم بقى عامل جاذب للكثير من الشباب، لان العائد المادي الحقيقه بقى يعني بالنسبه لمستوى الدخل عندنا في مصر بقى شيء كويس جدا، الحكم بيحصل على 7000 جنيه، وان شاء الله في المستقبل هنحاول ان احنا نرفع كمان هذه البدلات، ولكن حاليا احنا شايفين ان هو بدل مادي مجزي، ولو قارنا نفسنا بالدول الأفريقية أو الدول العربية في شمال أفريقيا هنلاقينا إحنا الآن الدولة رقم واحد في مكافآت الحكام بعد ما كنا متأخرين، لكن دلوقتي بقينا الدولة رقم واحد، وده حقيقة يحسب للاتحاد.